أعزائنا المشاهدين ورجعنا لكم تاني ومعانا ضيف عزيز علينا هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو دكتور خالد الدباغ استشاري علاج الإدمان أهلا بحضرتك أهلا بيك منورنا النهارده في استوديو الصحه والجمال وبرنامج رسائل بالمصري أهلا بيك أهلا بحضرتك يا دكتور طيب احنا في الفقره الأولى كنا بنتكلم على مشكلات الجيل الرابع طبعا من ضمن أسلحة الجيل الرابع أكيد هو الإدمان وتعاطي المخدرات تمام بداية كده نحب نعرف مع حضرتك مع السادة المشاهدين ما هو الادمان طيب هي كلمه الادمان هي كبيره قوي أو ومطاطه قوي بس لما نتكلم عن ادمان المخدرات مثلا اللي هو موضوعنا و و م. والمهم لينا دلوقتي طبعاً. في تعريفات كتيرة للإدمان وفي تعريفات حديثة التعريف الأحدث أو آخر تعريفين لمنظمة الصحة العالمية هو دراج ديبندنسي الاعتمادية على العقاقير أو المواد المخدرة وفي تعريف تاني نزل بعد كده اللي هو وصف السلوك دراج seeking سلوك البحث عن المخدر ان المدمن او اللي بيدمن الماده المخدره بيتحول سلوكه في الاخر ان هو الحصول على المخدر تعاطي المخدر ايجاد الطرق والوسائل للحصول على المزيد من المخدر اما بيحصل كلمه ادمان حصل ادمان على الماده ادمان سيكولوجي وادمان جسدي وادمان عقلي تمام. اللوم على الماده المخدره برضو في مواد عاليه الادمان زي الهيروين زي الكوكايين زي بعض المستحدثات بيحصل تعود حاجه اسمها تولرنس الجسم بيتعود عليها بيحصل انها مطالب لمزيد من الجرعات وفي نفس الوقت مصاحب لده سلوك غير غير سوي وسلوك غير منضبط أكيد. سواء على المستوى الاجتماعي م. سواء على المستوى الذهني سواء, سواء على المستوى النفسي على المستوى على كل المستويات ممكن نقول النهارده بيحصل تغيير سيء جدا وسلبي جدا. طيب ازاي اعرف ان احد المقربين ليا مش هقول ان هو اصبح مدمن، لا هقول انه بدا في دائره التعاطي. طيب ما هي في في علامات كتير جدا م. وده فعلا بيبقى محتاج وعي عشان الاسره تكتشف ده. في علامات جسديه الاول هنلاقي اللي هو بيخس بسرعه جدا. طيب. بصوره مضطرده مش خصيه مم. طبيعيه نزول الوزن اه نزول الوزن آه بنلاقي آه في سواد تحت العين آه منظر العين نفسه آه مش مش لطيف آه آه احنا كدكاتره بنشخص ساعات من بؤبؤ العين البيوبل لما تكون متسعه بنعرف ان الولد ده واخد عقار افيوني آه آه احمرار العين الغير طبيعي آه في اوقات ما تنفعش مم. فقدان الشهيه في بعض الادويه بتمنع الشهيه تماما الاكل تمام. زي مخدر رمادول مثلا آه. بيقفل الزاتايتي سنترز وبيخلي المريض مش قادر ياكل ومش عاوز ياكل تمام آه في مم. ساعات يلاقي الولد عنده طاقه وباور شديد جدا وفي اوقات تانية الولد عنده حاله خمول وكسل شديد جدا دي علامات لازم الام او الاب او الاخ او أو, او لازم تلاحظها لازم تلاحظها مم. لازم تلاحظها. لازم تلاحظها لازم تبدا ت... يعني انا بقول عليه تهجم تشوف ايه اللي حاصل ايه اللي بيتغير اللي بيحصل بقى ان الولد بيتساب <applause> الولد لما حاجة، اللي حاجه بيدعي حاجه بيتساب م. اصل يا بابا انا تعبان شويه اصل يا بابا انا ما نمتش كويس م. وبيكون هو مستمر في ادمانه والموضوع بيتفاقم نيجي احنا كدكاتره عشان نبدا نعالج احنا كان نعالج من بدري يعني من بدري في المراحل الاولى تمام, آه. تمام. طبعا كمان غير الاعراض الجسمانيه في اعراض نفسيه م. بنلاقي في ساعات ميل للعزله انطواء اكتئاب اه في بعض الحالات بتخش في فصام سكيزوفرينيا وبتخش في مانيا في هوس <applause> لازم ناخد بالنا من الكلام ده يبدأ السلوك نفسه يتغير في تبجح في تلفظ في عدوانيه <applause> السرقة والكلام ده كله بس انا ما بلومش على المريض انا بسميه بس مريض المقربين. انا بلوم على المخدر المخدر والاسره المخدر بس. والاسره ليها دور مهم جدا في القصه دي <applause> طيب احنا عايزين نستعرض مع حضرتك طبعا انتشرت انواع عديده وجديده من تمام المخدرات تمام في الفتره الاخيره اللي هي طبعا اغلبها تخليقيه تتكون من عده مركبات فحضرتك يا ريت نتكلم على بعضها واختار كل نوع طيب تعالى نتكلم على في حاجات كتيرة جدا جرى العرف ان الثقافة بتاعتنا او ان احنا كنا نعرف ايه نعرف مخدر الهيروين نعرف مخدر الكوكايين نعرف نعرف مخدر الحشيش بالظبط كده لا زي ما حضرتك ذكرتي في الفقرة اللي قبل كده هي في حروب دلوقتي شديدة جدا تمام. أيوة. وفي حاجات مخدرات تخليقية حاجة اسمها نوفيل سايكو اكتيف دراجز عقاقير بتشتغل على الحالة النفسية بصورة مرعبة في مخدر اسمه فلاكا يمكن الناس طبعًا سمعت عنه, سمعنا عنه والكلام ده كله في حاجه اسمها امبومي موجوده مم. في اوروبا وغزت اسواق الخليج زي مخدر الستروكس النهارده اللي بدا يغزو الاسواق بس الحمد لله نجحنا ان هو ينزل جوده الالف مخدرات الحمد لله بالظبط كده ده عباره عن ميديكال ماريجوانا ماريجوانا طبيه تم اضافه كيماويات ليها يعني تخيلي حضرتك النهارده مخدر بيترش عليه باودر الكيتامين اللي هو مخدر عمليات يا خبر ويجرى تدخينه آه. نتج عنه حالات وفاه نتج عنه حالات ديسوسيشن نتج عنه حالات نفسيه شديده جدا آه دي من المستحدثات اللي نزلت آه مستحدثات برضو بدا يغزو الاسواق مخدر حاجه اسمها الايس او بنسميه كريستال ميثامفيتامين آه كريستالات بتطحن و... ويحرقوها ويشموها دي بتعمل توقف في القلب ودي استخدامها على الشورت ران مش على اللونج ران بتدخل آه. في فصام كامل وبتدخل وفصام يعني جنون طبعا وبتدخل تدمير. في هوس بالظبط آه. كده وبيتم استهداف بيها فئه معينه أكيد. صنعت لاباده شعوب بدون سلاح اكيد أه، وهنقول ان المافيات موجهه بالظبط جدا أه، وفي بعض المستحدثات كتير جدا برضه الناس ما تسمعش عنها في الاسواق اي اي ماده مؤثره او مغيره المزاج او تاثر على الحاله ده ساعتها بنقول عليه ادمان أه، مستتر انا مش قادر امسك الحاجه. م. معنا اتصال؟ اوكي. أه، معنا استاذ احمد من سوهاج. ايوه اتفضل. لو, آه. لو هو بيقول عن عرض المخدرات والادمان والحياة دي بس يعني احنا بنشوف اغلب الناس اللي يعني قطاعات الحياه دي عايشتها كويسه ومخها تركيزها فوق الالف الالف ومبدعين بتبقى عايشه كويسه؟ و... اه و... وصحتهم آه. بيعيشوا آه. بال 70 وال80 آه. وبرضه وسائل الاعلام بتروج للحاجات طب أيو... اي اي انواع اللي حضرتك بتقول عليها الناس بتاخدها وتبقى عايشه كويسه يعني حدد الانواع بالظبط يعني اغلب المدحين والمنشدين والمخرجين دكاترة الجامعة في بعض التخصصات آه. يعني يعني بتلاقيهم أغلب الشعب والكلام ده بياخدوا الحشيش والأكل والكلام ده كله آه. وتلاقيهم وبتلاقيهم ممتعين ويشتغلوا بال 24 ساعة تمام الليل بالنهار ثاني آه. حاجة برضه وسائل الإعلام برضه بعيد عليها يعني هم حاسين بيقدموا الناس المدمنين والناس الكلام ده آه. كل الفن وهم ناس ابطال وهي اللي بتدي الصحه والقوه وهي اللي بتدي الدعم فما الجانب السلبي في, في الحاجات دي احنا هنرد على حضرتك دكتور دي خالد هيرد على صار 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 حضرتك صار شكرا صار لحضرتك صار شكرا حضرتك سمعت طبعا سؤاله بيقول زي ما حضرتك سمعت ان الناس دي بتتناول الانواع ديت ومع ذلك بتظهر انها كويسه وبتقوم بواجباتها لا هو السؤال لا بتظهر فين؟ هي دي الخير بتظهر في زي النهارده زي ما نقول النهارده مخدرة رمضان جرى العرف للناس لما بدات تتعاطى ترامادول كان الدافع بتاعهم ايه في دافع قال علشان العمليه الجنسيه م. والدافع الثاني قال عشان بيديني طاقه وباور تمام. لا هي دي خدعه المخدره أيوة. هي أوه. دي خدعه المخدره بص انا عايز اقول لك حاجه مرض الادمان ده حاجه اسمها وهم دي لوجه انت, انت بالظبط كده الترامادول النهارده زي ما نقول الباعث ان هو بيديني طاقه وبيخليني اعرف اتكلم كويس واظهر وسط المجتمع كويس واعمل برزنتيشن كويس لا ده فيك دي خدعه أيوة. مع الوقت ان شاء الله انت حضرتك مش قادر تقوم من السرير انت مش تمام. قادر تفتح انت مش قادر تمسك الموبايل وتعمل مكالمه تليفون الا لما تاخد الجرعه، ولما هتحاول تبطل المخدر هتخش في سيفير وزرا سيمبتومز، اعراض انسحابيه شديده جدا، لازم تعالج من قبل طبيب مختص محترم تمام. جدا، م. فاهم في شغله. وشكلك أه. هيتغير وحياتك هتتغير وكل شيء هيتضم بالضبط بالظبط يعني. كده، لما بنتكلم على الترامادول النهارده اللي الناس اغلب الشعب بيتعاطى الترامادول ومش عايزين ندفن راسنا في الرمل زي ما بيقولوا وبيوجدوا مبررات ليه، لا يا جماعه ده مخدر النهارده اخطر من مخدر الهيروين. النهارده لما نتكلم على اخطر من الهروين بالظبط النهارده لما نتكلم على ترامادول ده عقار مسبب رئيسي للصرع بكل اشكاله محبرة. يعني النهارده عندي من كل 10 بيتعاطوا ترامادول في 2 او 3 او 4 او 5 بيجيلهم نوبات صرعيه تخيلي حضرتك واخد مخدر جنوب وهو سايق او آه. في مبنى مرتفع بيدمر غيره كمان بالظبط اه مخدر بيجيب عقم في الرجال والسيدات مخدر النهارده الدراسات اثبتت ان هو مسبب رئيسي للسرطان الكانسر سرطان الكبد بكل اشكاله سرطان القولون لا. لانه بيعمل امساكات مزمنه ومستمره انه بيعمل ديبليشن للووتر من الجسم مم. تمام والنهارده بيتكلم على مخدر الحشيش من زمان قوي الناس عايزه تقنن تعاطي الحشيش هو ايه يا جماعه احنا بنحشش آه. وبتاع لا يا جماعه الموضوع الحشيش ده مسبب رئيس الاضطرابات الوجدانيه بكل اشكالها مم. الناس فاكره ان الحشيش ده حاجه ممكن اشربه فور فان هو ممكن تغيير العقل ايضا اه واللي يقول ده ده حاجه آه. ستوني هيد آه مخدر بيشتغل على السربيلم بيصيبه باصابات بالغه شديده جدا مسبب لكل الاضطرابات الوجدانيه يعني دي كل الاضطرابات النفسيه ممكن تلاقيها في متعاطي الحشيش القلق والتوتر والنوبات الاكتئابيه ونوبات الاهتزاز وعدم القدره على اتخاذ القرار ونوبات الفوبيا الخوف الغير مبرر من ده متعاطي الحشيش واكيد لما المتعاطي مش هيكون كويس ولا هيقدر يقوم بمهامه في الحياه هو متعاطي كده وكمان الكارثه يعني. كمان ان الحشيش مخلوط بمواد منشطه ومواد أكيد. مهدئه فالمتعاطي النهارده بيستنشق المواد دي ممكن تدخلني نمبر 1 في كانسر لانج سرطان في الرئه دكتور خالد انا م. هنا في سؤال يعني ما هي المواصفات اللي بتدفع الانسان او العوامل اللي بتدفع اي انسان ان هو يكون متعاطي او مدمن اللي بتقوده لهذا الطريق لا حلو السؤال ده لا ده كان دايما يتقال السؤال ده ما هي اسباب الادمان اه ايه هي الاسباب آه. الاسباب الاختيار الاختيار اما ممكن ساعتها عوامل المساعده اه هي الاختيار لكن بنلاقي الناس النهارده لما يجي يقول لك انا أخدت لي اصلا عندي مشكلات ماليه اصلا عندي مشكلات عاطفيه اصل البيت اصل لا, لا 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 دي شماعات كلها اكيد طب. انت اخترت انك تاخد الماده انت عارف النهارده عنف الماده انت عارف ان دي ماده مخدره اصلا فانت اخترتها اخترت الطريق ده اخترت الطريق عشان كده انت مش هتبطل الا لما تختار انك تتعافى بالظبط الاراده تاخد قرار انك تبطل اراده بس تنفع م. لا انا عايز اوصل رساله ان مفيش حاجه اسمها ذاتية التبطيل في ادمان المخدرات حاجه اسمها يا ماما انا هبطل لوحدي ما آه يا جماعه ما تودونيش دكتور وبلاش ادخل مصحه اصل انا مش هبطل في مصحه ده سؤال مهم جدا القصه كلها ده بيصدر المشهد ده علشان مم. يهرب من ان هو اه يلجأ, يلجأ لدكتور يلجأ او يلجأ لعياده او, أو مستشفى أو, او مصحه كله. فرساله الاهل ما تسمعوش الكلام ده النهارده لما يكون مدمن هيروين طبية. او مدمن ترامادول او مدمن اي ماده مخدره بتتاخد لا لما هيحاول يبطل هيخش في اعراض انسحابيه شديده جدا من اعراض جسمانيه واعراض نفسيه ممكن تدفعه لانه يرتكب جريمه انتحار او يؤذي نفسه او, أو إيه؟ ان هو يستمر في أو إنه يستمر. أو إنه يستمر عشان, طاعتين. عشان طاعتين. انا اخرج من دائره لازم 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 يتم من خلال طبيب فاهم كويس قوي في الكلام ده تمام طيب في ناس كتير يا دكتور بتخاف زي ما حضرتك قلت كده ان بيكون شاب مدمن او انسان مدمن فبيخاف ان انا لا انا هروح المصحه بس هرجع تاني او الاهل نفسهم بيبقوا خايفين من كده هو هيرجع تاني يتعاطى ما هو ده الكلام ده لما بنسمعه بيبقى انا بنحس في مشكله يعني النهارده اقول انا انا عايز اخد دواء عشان اتعالج من الانفلونزا هل انا هقول لا اصل انا لما هتعالج هرجع تاني اخد انفلونزا؟ لا طبعا تحس تصدير المشهد مش سليم تمام ممكن اقول ان مش الاهل اللي هتصدره الولد مم. اللي هيصدره الولد نفسه اه بالظبط كده لكن النهارده انا عايز اقول للناس لا في في تبطيل لا في تعافي في في علاج محترم جدا الحمد لله المبطل يعني انا الحمد لله يعني ربنا كرمني وساعدت الالاف ان هم يبطلوا ويرجعوا لحياتهم تاني بس بستنى من المريض حاجه واحده الاراده تمام طيب مم. هنا بنوجه رساله ايجابيه من حضرتك بنقول للناس اللي هي بتخشى اللجوء او ان هم يلجاوا للمستشفيات او عيادات العلاج من الادمان خوفا من العوده مره اخرى او بيقول لا خلاص انا مش هشفى انا هفضل كده فلازم ان انا افضل اكمل في طريق الادمان حضرتك ترسل رساله ايجابيه بقى ليهم تقول لهم لا ده في حالات فعلا شفيت ورجعت تمارس دورها الايجابي في المجتمع و... لا انا هقول لا انا هقول لاي لأ حد عنده مشكله ادمانيه الجا للمساعده الطبيه بسرعه جدا عشان نلحقك وهترجع احسن, وهترجع ما كنت أحسن من الاول يعني. هترجع وتعلم مهارات جداً. جديدة جدا على الاقل هتتخلص من قيد الادمان وقيد العبوديه من اللي, والعبودية اللي, اللي انت فيها اللي حوالين رقبتك لكن في تبطيل في علاج ناس كتيره جدا تعافت ناس كتيره جدا بطلت ورجعت لحياتها احسن من الاول حققت احلامها الناس اللي اتجوزت الناس اتجوزت وخلفت واللي كان بيدبلر نجح والعكس صحيح واللي كان بيشتغل اترقى الحمد لله والعكس صحيح اللي بيتعاطى مستمر في التعاطي هو اترفد من شغله هو دمر بيته حياته هو ضمر حياته وأولاده تماماً وكل حاجة. وفقد تقريبا معظم الطموحات والاحلام ولما بيجي لنا احنا كاطباء في سن كبر شويه وفتره ادمان كبيره ساعتها كام بيبقى وحش قوي بتحاولي تقوم المريض هو خلاص كل حاجه راحت والنهاية مع معروفه يعني هتكون بالظبط كده يعني. فانا بقول بسرعه جدا نتحرك بسرعه جدا نطلب المساعده في تبطيل يا جماعه في دنيا جميله جدا ربنا خلقها من اجلك وخلقك انت من اجله اكيد طبعا آه ف... والرساله للاهل لا تتوانوا ما تقولوش م. ان الولد في مشكله ان شاء الله هيبطل لا هو ما عندوش في قرارات فهيبطل احنا بنتكلم في مرض متفاقم م. مرض مميت نهايته دايما واحده هي السجون مصحات او موت, أو موت، جرى العرفة على التعريف ده ليها احنا شفنا النهايات دي للي مستمر في التعاطي اما اللي جه طلب مساعده الحمد لله انا عندي مرضى اقسم بالله يعني يشرفوا ما شاء يعني الله اه يشرفوا يعني دعوه هنا للامل والتفاؤل آه هم فعلا شفوا وقدروا ان هم يعودوا لعملهم وممارسه عملهم في المجتمع وقيام بدورهم على اكمل وجه تمام, تمام. طيب احنا آه واحنا بنتكلم على الادمان حضرتك قلت ان في نماذج ايجابيه الحمد لله استطاعت ان هي تتغلب على هذه المشكله وترجع او تعود الى القيام بدورها في المجتمع احنا هنتكلم هنا آه بالنسبه ده بالنسبه لادمان المخدرات طيب هنتكلم على ادمان العادات السيئه اصلا تمام انت حضرتك شايف هل الانسان اللي بود من عاده سيئه بيقدر ان هو يقلع عنها نفس بالضبط المتعاطي للمخدرات او نفس القصة نفس القصه لما نتكلم على مرض الاعتماديه هي مش الاعتماديه بس على المواد المخدره ممكن في اعتماديه على العلاقات ممكن اعتماديه على الخوف ممكن اعتماديه على السلبيه ممكن اعتماديه على السلوك الغير منضبط بالضبط. فالقصه كلها عايزه نفس الاجراءات اتخاذ القرار للتخلص من العاده السيئه و و والتواصل مع حد محترم يقدر يطلع في ده بالضبط بالظبط كده. كده ده موجود عندنا في الطب النفسي وبيتعمل جلسات محترمه جدا وبعض الادويه جدا برضو في جلسات تعديل سلوكي في حاجات اسمها كوجنيتيف سيرابي اللي هو العلاج المعرفي سواء العقل لتهذيب السلوك في برامج حديثه كتيره جدا ان اقدر اطور وانمي بيها المهارات أه وابدا انمي الوعي بمدى خطوره السلوك السيء بالظبط لكن هي نفس القصه زي ما نقول النهارده وورك هوليك النهارده ادمن الشغل هي نفس القصه فلما بتعامل معاه بتعامل مع مرض اعتماديه اعتمد أستغ... على شيء بالضبط بالظبط كده اعتمد على شيء فانا بستخدم اساليبي في ان انا بحارب الاعتماديه وارجع خليه ديبندنت تاني مش اندبندنت طيب حضرتك شايف بوجهه نظر نقول يعني انسان عادي او مواطن عادي في المجتمع ما يمكن فعله كمواطن عادي لمواجهه خطر التعاطي او خطر الادمان مش كدكتور كمواطن... تقدر تعمل نقدر نعمل ايه؟ لا هو احنا بس القصه كلها اللي احنا دايما بنتكلم فيها احنا عايزين زياده الوعي زياده الوعي بس نفس الكلام اللي احنا قلناه بس قبل كده بالظبط هو الوعي. زياده الوعي احنا يا جماعه عندنا احنا عندنا مشكله في الوعي كبيره جدا جدا زي النهارده حاله بتكلمني امبارح كده النهارده هي بتطلب العلاج بتطلب علاج ادمان ابنها مدمن هيروين بتقول لي يا دكتور اصلا نزلت الصيدليه جبت له دواء يا نهار ابيض اه القصه كلها ده ما فيش وعي مفيش علاج ادمان بالظبط كده فاحنا عايزين برضو نركز على الوعي في المدارس والجامعات انا عايز الحق النشء ده لان احنا في حاجه عايزين نتكلم فيها ان سن الادمان بدا ينزل انا بقيت استقبل مرضى في اعمار ال 14 سنه وال 15 سنه بياخدوا مخدرات يعني دي القوه الضربه بتاعه مجتمع النهارده لما هتضرب القوه دي انا ما عنديش مجتمع بالظبط ما عنديش مجتمع جيل بحاجة. عندي مجتمع مهلهل عندي مجتمع طبعًا. مضطرب عندي مجتمع خايف عندي مجتمع مجرم عندي مجتمع متبجح يعني هنا كارثه حضرتك بتتكلم فيها كده. يعني طفل عنده 14 سنه ده لسه يعني بالزبط خارج بالزبط مرحله الطفوله لازم في السن ده خلاص لازم رقابه يعني. على المدارس في توعيه في المدارس بس تبقى بصوره حديثه اكتر نستعين بالاطباء النفسيين بالاستشاريين بمعالجين النهارده يتكلموا في الكلام ده ما نفس النمط الشكل القديم بتاع التوعيات في المدارس والجامعات يعني تكاتف المجتمع مؤسسات المجتمع ككل زي ما حضرتك كلمتي احنا في حرب احنا في حرب شديده جدا صنعة المخدرات في الاصل لضرب الشعوب بدون اسلحه تمام هي اخطر من اي اسلحه اخطر داني. من اي اسلحه حقيقي. النهارده انا مش حرب بجيوش ولا طيارات ولا حرب بانترنت انا دخلك مخدرات انا ضربت شعبك انا عطلت طاقتك الانتاجيه وده اللي حاصل النهارده في اغلب المصانع العمال بتتعاطى رمادول الطاقه خلاص طاقه نزل. انتاجيه نزلت خلاص كده. حتى العامل نفسه الحامل محتاج مساعده شديده جدا عشان يقدر يقوم تاني اكيد تمام طيب. طيب احنا برنامجنا اسمه رسائل بالمصري في نهايه فقرتنا نحب من دكتور خالد الدباغ استشاري علاج الادمان يوجه بعض الرسائل هقول لحضرتك الرسالة رساله وحضرتك توجهها خلاص الرساله الاولانيه بتقول لازم نكون ايجابيين توجهها لمين لازم نكون إيجابيين انا هوجهها لا انا هوجهها للشعب كله اه يعني آه انا هواجه البلد كلها لازم نكون تمام لازم نتحلى بصفه الايجابيه ولازم نتفائل آه. لازم نتمسك بالسلوك الايجابي بالفكر الايجابي بالاحساس الايجابي الرساله الثانيه لا تياس توجهها لمين حضرتك آه لا تياس من اي حد عنده مشكله ادمانيه يلجا للمساعده وان شاء الله هيتعافى وهيبطل آه الرساله الثالثه آه بطاقه شكر توجهها لمين آه بطاقه شكر اوجهها للربنا الحمد لله ونعمه بالله ونعمه بالله طيب اخر رساله معانا بقى اللي هي هتقول ابدا وقوم وتعالى بسرعه توجهها لمين آه هوجهها لاي حد بيشوفني دلوقتي وكان خايف ان هو يبطل او حاسس ان مشكلته ملهاش علاج ومالهاش حل قوم وتعالى بسرعه هتبطل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا بنوجه مع حضرتك دعوه للتفاؤل والايجابيه مع كل انسان يعني في مرحله في المراحل حتى الاولى من التعاطي او وصل للمراحل الاخرى اللي هي مرحله الادمان يا ريت نلحق نفسنا واكيد في علاج وربنا خلق الطب وخلق الدواء ولازم الاستعانه ما ينفعش ان انت تعتمد على نفسك وتقول انا هبطل لا لازم الاستعانه بالشخص اللي يقدر يساعدك وده طبعا بنوجهه كمان للاسره بنوجهه للمجتمع بنوجهه لرجال الدين بنوجهه للمعلم في المدرسه لان المعلم ده يعني عليه دور كبير جدا آه، فبنتمنى ان يكونوا سامعينا وسامعين دكتور خالد معانا ونلحق نفسنا بسرعه وان شاء الله خير يعني آه، طبعا احنا بنتوجه بالشكر للدكتور خالد الدباغ استشاري علاج الادمان نورتنا شكر النهارده شكرا ليكي نور. وشكرا جزيلا لحضرتك طبعا احنا في نهايه البرنامج بنحب نتوجه بتهنئه الى جريده التحرير لنقلها او لانتقالها الى المقر الجديد في جنوب القاهره والاستاذ محمد ابو الذهب الف مبروك وانتظرونا ان شاء الله في الخميس القادم باذن الله احيانا الله سبحانه وتعالى في الخامسه والنصف مع برنامج رسائل بالمصري ورساله جديده مع غدا المصري شكرا لحضراتكم